السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مجددا بلقياكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد في المسار ديالكم الدراسي. بالنسبة للناس اللي كتشوف لاشي الأول مرة، ما تنساش أنها تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلها منا أي جديد إن شاء الله. بالنسبة لهذا الفيديو موجه للتلاميذ ديال الجذوع المشتركة. في هذا الفيديو هذا غادي نتطرقوا لواحد الدرس لغوي مهم، يعني يلاه كيكتشفوه التلاميذ ديال الجذوع المشتركة، اللي هو les temps de récit. Les temps de récit, tout simplement, ça veut dire les temps verbaux, يعني الأزمنة اللي كنستعملوها pour écrire un récit, pour tout simplement écrire une histoire. يعني باش نكتب واحد القصة كيخصني نستعمل بعض الأزمنة في اللغة الفرنسية اللي هي خاصة بالنص السردي. بالنسبة لهذا الدرس هذا غادي تعرفوا على واحد المسألة اللي هي les valeurs، يعني لي رول، يعني الادوار اللي تيلعبوها هاد لي طون دو ريسي وسط الريسي. دونك من بين لي طون دو ريسي اللي معروفين واللي كيتستعملوا بزاف في اللغه الفرنسيه، عندنا لو باسي سامبل، عندنا لامبارفي، وعندنا لو بريزون. في هاد الفيديو غنكتشفوا الادوار اللي كيلعبها هاد لو باسي سامبل ولامبارفي ولو بريزون دون ان تيكست ناراتيف. دونك هنا كخلاصه، لامبارفي عنده ثلاثه ديال الادوار، لو باسي سامبل عنده ثلاثة ديال الأدوار، لو بريزون دو ناراسيون عنده واحد الدور. بطبيعة الحال هنا كنعطيكم غير يعني ليسونسييل اللي خاصكم تعرفوه في السانكيام، أما إلا جينا وتعمقنا في لالوسون كاين بزاف ديال الإشكالات وبزاف ديال الأدوار اللي كيلعبوها هاد الأزمنة هادي. دونك لي فالور ديال لامبارفي هما ثلاثة، الأولى هي لا ديسكريبسيون، الثانية هي لا دوغي، والثالثة هي تو سامبلومون لا ريبيتيسيون. بالنسبة لو باسي سامبل، الدور الاول اللي كيلعب هو اكسيون كورت، الدور الثاني اللي كيلعب لو باسي سامبل هو لا سوكسيسيون، يعني التسلسل ديال الاحداث، والدور الثالث اللي تيلعبو لو باسي سامبل تو سامبلومون هو اكسيون سودان، يعني حدث اللي هو مفاجئ. تبعوا معايا لا فيديو. السلام عليكم مجددا. دونك فهاد لا لوسون هادي غنكتشفوا لي طون دو ريسي اي لور فالور. كيف قلت لكم لي فالور سا فو دير لي رول اللي كيلعبوا وسط واحد لو تيكست اللي هو ناراتيف. فوالا، دونك انا كوم ديفينيسيون لي طون دو ريسي سون لي طون برينسيبو دو لا ناراسيون اون فرونسي، في ماده اللغه الفرنسيه او في اللغه الفرنسيه طون دو ريسي كيقصدوا بهم الازمنه اللي كنستعملوها لي طون فيربو كون امبلوا تو سامبلومون بور ناري بور راكونتي اون استوار. Il existe plusieurs temps verbaux de récit en site. Il y a bzaf diyal les temps verbaux de récit, passé simple, l'imparfait, le présent, passé composé, plus que parfait, et la akhira. Il y a bzaf diyal les temps. حنا بطبيعة الحال دونك هنا يعني يمكن نهضروا مع التلاميذ ديال لي سي، خصوصا هذا الدرس موجه من الدرجة الأولى للتلاميذ ديال الجذوع المشتركة وأيضا التلاميذ ديال أولى باك. دونك هنا كنركزوا غير على واحد ثلاثة ديال لي طون دو ريسي هما اللي مهمين وضروريين كيخص يعرفهم التلميذ. غنركزوا على الباسي سامبل، غنركزوا على لامبارفي، وغادي نركزوا على لو بريزون. فوالا، نبداو بالباسي سامبل. لا فالور الاولى اللي كيلعبها الباسي سامبل هي اكسيون اشفي. غير تبع معايا وغاب شويه عليك راه غتفهم. اكسيون اشفي ولا كتسمى اكسيون اكومبلي، يعني واحد الحدث اللي قصير، واحد الحدث اللي كيدوز في واحد الفتره قصيره. فيت غوغاردي اكسبريمي ان في باسي كومبليتمون تيرميني، وكيسالي يعني فوالا كيبدا هذا الحدث وكيسالي وتيكون غابيد. فوالا دونك هنا اكزومبل، جو في مون دوفوار، جو في مون دوفوار، درت الواجب ديالي، يعني واحد الحدث اللي كيدي ما تيديش وقت بزاف، دونك هو معلوم يعني جو في مون دوفوار. ولا كومبليتمون تيرميني يعني راه سالا، ملي درتو راه سالا. ولا إياغ جو في ان بو بيزاج، البارح شفت واحد لو بو بيزاج. دونك هادي هنا كنستعملو، يعني الا بينا نديرو ملي كنعاودو قصة وكنبغيو نديرو شي حدث اللي داز فيت، يعني داز بالزربة ومحدد في الوقت وسالا، كنستعملو الباسي سامبل، وهادي كتسمى اكسيون اشفي. لاحظوا معايا لا فالور الثانيه ديال الباسي سامبل هو لا سوكسيسيون، او بيان سو كون ابيل لا سوكسيسيفيتي، وغتكونوا قريتو في القسم ربما اكسيون سوكسيسيف، هي هادي نيت اوتيليزي
pour narrer une succession de faits, action suivie. يعني ملي تيكونوا عندنا الاحداث تسلسل الاحداث بكل بساطه. لاحظوا معايا يعني نعطيكم مثلا جمله تقدروا تلقاوها في شي قصه بحال هكا مثلا تيقول لك لا جون في بارتاجا سونو اعطات لو ديالها فوالا اعطات الماء غافريشي لا فيي دام فوالا اي لوي سوري ثلاثه شنو كنلاحظوا هنا كنلاحظوا بارتاجا الفعل الاول الحركه الثانيه غافريشي الحركه الثالثه سوري شنو كنلاحظوا هنا تسلسل الاحداث الاحداث اي لي زاكسيون لا سوكسيسيون دي زاكسيون مي كنقول لك مثلا ولا نخلي لكم الجمل غنديروا تمرين وغتفهموا اكثر فوالا لا فالور الثالثه اللي كاينه في الباسي سامبل اكسيون سودين هي بريف سودين ولا بريف يعني حدث مفاجئ سوليني لو كاركتير سودان دان في دون لو باسي يعني ملي كنكتب واحد القصه وانا تلميذ ديال السانكيام وكيقولنا الاستاذ ديروا واحد القصه وكنبغي ندير الحدث المفاجئ راكم عارفين المراحل ديال القصه ضروري كندير مثلا السودان توتاكو الى اخره تما كيخصني نتبع ليه اوتوماتيكمون الباسي سامبل ان الباسي سامبل كيفرض عليا هذه المساله هذه مثلا السودان ماري اونتوندي ان بروي بيزار فجأة ماري سمعت واحد لو بروي اللي هو بيزار فوالا دونك عندنا ثلاثة اكسيون اشفي سوكسيسيون اكسيون سودان غندوزو لو طون الثاني اللي هو لامبارفي المسألة الأولى اللي كيديرها لامبارفي ملي كنكتبو واحد لو تيكست ناغاتيف وكنبغيو نديرو الوصف كيخصني ضروري نستعمل لامبارفي لامبارفي هو لو طون ديال لا ديسكريبسيون بار اكسيلونس ديكخيغ ان بايزاج ان بيرسوناج ان اوبجي ان انيمال اي انسي دو سويت سون فيزاج سون بلي ريدي اون ديكري لو فيزاج الوجه ديالو تيبان سومبل صافو دير يبدو فوالا il semble triste il semble ride ride اي فيه التجاعيد يعني وجه فيه التجاعيد فوالا لي ريد جات من لي ريد لا ريبيتيسيون او بيان لابيتود لا فالور الثانيه ديال لامبارفي هي لا ريبيتيسيون هنا ركزوا مزيان كنعطيكم جوج سميات لانه كل استاذ شنو كيستعمل هي انت باش تكون عارف ان لا ريبيتيسيون المقصود بها هو لابيتود سي لا ميم شوز العاده هي التكرار ان في كي سو ريبيت واحد الحدث اللي كيتعاود مثلا ملي كنقول لك شاك سوار جو فوزي مي دوفوار هنا ملي كنبغي ندير واحد الحدث كيتعاود وانا كنعاود واحد القصه تو سامبلومون كان يعني ما كنقولوش شاك سوار شاك جور الى اخره ضروري كنستعمل لامبا لامبارفي جو فوزي مي دوفوار لا دوري سا فو دير اكسيون لونغ شنو معنى اكسيون لونغ تو سامبلومون سي ان في واحد الحدث كي دور دون لو باسي واحد لو في اللي كيكون طويل في الماضي سون انديكي ني الدوبي ني لا فان يعني بلا ما تيكونش محدد يعني ما محددش البدايه ديالو ما محددش النهايه ديالو مثلا لاحظوا كنقول لك لا نيج طومبي دوبوي فوالا بليزيور جور كنقول لك راه طاح الثلج لمده ايام عديده هنا واش محدد البدايه والنهايه ديال امتى بدا وامتى طاح غير محدد دونك هنا في هاد لا دوري هادي ولا كتسمى اكسيون لونغ كان فوالا سي لامبارفي اتونسيون هاد لي فالور ديال لامبارفي راه ماشي راه الا كان الباسي سامبل راه ما يمكنش نخلطو نقولوا راه الباسي سامبل ممكن يدير شي فالور من لامبارفي ما يمكنش لي فالور ديال لامبارفي ديال لامبارفي لي فالور ديال الباسي سامبل ديال الباسي سامبل لا فالور الاخرى لا سيميلتانيتي واخا هاد لا فالور هادي ممكن اننا نديروها يعني بالبريزون ممكن دار بالباسي سامبل غير هي كتمشي بزاف مع لامبارفي فلوريسي دونك بليزيور اكسيون كي سو ديغول او ميم طون اشنا هي لا سيميلتانيتي شفنا قبيله مع الباسي سامبل لا سوكسيسيون سوكسيسيون هي حدث تبع حدث يعني مثلا ملي كنقول لك حليت الباب ودخلت للدار يعني هاد الحدث تبعو هاد الحدث هذا ولكن لا سيميلتانيتي هي جوج د الاحداث في نفس الوقت ملي كنقول لك راني كنتفرج وكناكل او ميم طون سا فدير جو مونج اي جو روغارد لا تيليفزيون هادي كتسمى لا سيميلتانيتي سيميلتانيتي سا فدير بليزيور اكسيون كي سو ديغول او ميم طون مثلا مون فرير جوي بوندون كو ما مير بريباري اون طارت او بيان ما غروند مير يعني او ميم طون في نفس الوقت خويا كيلعب والجده ديالي كتوجد واحد لا طارت او ميم طون فوالا هنا ليسونسييل غادي فوالا عقلوا غير على الثلاثه الاولين وعرفوا هذه من باب الثقافه وايضا كاين بعض الاساتذه اللي كيتطرقوا ليها بطبيعه الحال هنا لو بريزون تو سامبلومون بارفوا الى ريف يعني لو ناراتور كيستعمل لو بريزون واخا في واحد ليفينمون باسي احنا غنعرفوا علاش سي سو كون ابي لو بريزون دو ناراسيون المهم الا تعطاك البريزون قال لك الاستاذ شنو هي لا فالور كي اكسبريم دون ان ريسي قول ليه بور روندر ان ريسي بلو فيفون احفظها
هذه كي خصك تحفظها وتعقل عليها وقت ما اعطاك الاستاذ يعني لا فالور كي اكسبريم لو بريزون. يعني شنو كي علاش الكاتب استعمل لو بريزون واخا تيعاود لنا واحد الحدث في الماضي؟ يعني تيقول لك نعطيو للنص واحد الحيويه، ولا تقدر دير اكتواليزي ان في باسي، يعني بحال اللي حفظتيها من هادو كي يعني هذا كي يعني سي لا فالور ديال لو بريزون في هذا لو ريسي، هذا في اي ريسي كيف ما بغى يكون. فوالا دونك هنا عندكم واحد ليكزيرسيس بالنسبه للتلاميذ اللي كيطلبوني تيقولوا لي يعني حط لنا ليكزيرسيس دير فيديو اخر، عوض ندير لك فيديو اخر ان داكشي كيدي واحد الوقت. انا حاليا غنعطيك ليكزيرسيس الخدمه اللي غادي دير، يعني سي تري فيت غادي توقف حاليا ليكرون ولا سكرين ليكرون، وقف صاف وخدم التمارين مع راسك، خذ وخدم التمارين ورجع للقواعد وخدم التمرين وصحو وحاول تجاوب في الكومونتير. وانا حنا دابا غندوزو للتصحيح ديال التمرين. لاحظوا معايا مزيان هنا شنو كيقول لك في السؤال، كيل سون لي فالور دي طون دو ريسي اكسبريمي دون سي فراز، يعني الخدمه اللي غدير هنا. لاحظوا مزيان الخدمه اللي غدير هنا كتقلب على الفعل هو الاول او الافعال، ردوا البال راه ممكن في الجمله تلقى فعل او جوج او ثلاثه، كنقلب على دوك الافعال كندير لو طون فاش مصرفين عاد كنشوف لا فالور. فوالا يعني كندير واحد الخدمه فيها ثلاثه المراحل، نقدر ندير طابلو ندير لا فراز الاولى ها الافعال اللي فيها ها فاش مصرفين ها اشنو كي علاش كي فوالا يعني لا فالور ديالهم. دونك هنا لاحظوا معايا التصحيح هنا يعني بعجاله باش ما نتعطلش في الفيديو، كنحاول يعني كان ممكن نشرح لكم بزاف ديال الحوايج لكن فوالا دونك انا خليت لكم الوقت فين تجاوبوا نتوما ريوسكم. دونك انا مثلا نقول لك لي فوازان اريفير كونستاتير ديسكوتير، يعني جاوا لي فوازان جاوا كونستاتير بداو كيسو يعني كيفحصوا كيتفحصوا المكان، ديسكوتير بداو كيهضروا. لاحظوا معايا ثلاثه لي زاكسيون متابعين، هذه كتسمى وشنو لاحظنا شنو كنستعملوا هنا الباسي سامبل، عندنا الباسي سامبل اذا لا سوكسيسيون تسلسل الاحداث. سون فرير جوي او بالون سا سور ديسيني، تنقول لك الاخ ديالو كيلعب بالبالون والاخت كترسم، دونك في نفس الوقت لاحظوا هنا استعملنا لامبارفي وهذه كتسمى لا سيمولتانيتي. جون سورتي تري تو، جون خرج بكري. هاد لاكسيون هادي شنو كنلاحظوا فيها؟ هنا عندنا فوالا عندنا هنا الباسي سامبل اللي عندنا، لاحظوا غير تبعوا معايا راني تنحرك هاد لا سوري هادي، عندنا الباسي سامبل دونك عندنا ثلاثه ديال لي فالور ما فيهاش الفجأة، لا سودانتي اكسيون سودان ما كايناش تسلسل الاحداث، بقات لنا اكسيون كورت. اكسيون كورت يعني واحد لاكسيون اللي كتوقع وفوالا كيكون كتكون معلومه، يعني الحدث سالا، سورتي يعني راه مشى خرج، اكسيون اشفي ولا اكسيون كورت. لا نيج غوكوفري لو فيلاج، كنقول لك لا نيج غطات الفيلاج، واش هنا عندنا الوقت محدد؟ ما عندناش الوقت محدد وعندنا لامبارفي. هنا لا دوري هذه كتسمى لا دوري اكسيون لونغ، لا بورت سوفري ان نو مونتخا، جوج ديال فوالا جوج ديال فوالا ديال لي زاكسيون، تحل الباب ودخل واحد السيد. واش كيوقعوا في نفس الوقت؟ ما تيوقعوش في نفس الوقت لان تحل الباب عاد دخل، كون تيوقعوا في نفس الوقت غنديروا لامبارفي غنستعملوا هنا وغنسميوها لا سيمولتانيتي بحال هذه، لكن هذه لا سوكسيسيون سي كلير. سوكسيسيون دونك هو يعني حدث تبع حدث، يعني تسلسل. Tout à coup, on lui vola sa voiture. فجأة tout à coup. فجأة هي tout à coup. Brusquement, brusque, soudain, إلى آخره. On lui vola. دونك هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا الباسي سامبل. اوكي فوالا tout à coup راه بين اكسيون سودان يعني الفجأة. Tous les soirs, il regardait la télévision. شنو كنلاحظوا؟ Tous les soirs. كل ليلة. كل ليلة كل مساء يعني التعاويدة كتعاود لابيتود لا ريبيتيسيون لامبارفي اللي عندنا. Il lui offrit son conseil. et lui offrit son conseil، يعني غادي يقدم لي هاد النصيحه هادي. وهاد النصيحه بطبيعه الحال اوفري لو فيرب اوفرير الباسي سامبل، عطاه النصيحه لاكسيون هي كورت. لا سال سومبلي بلين دو فواياجور، لا ديسكريبسيون لا سال كتبان فوالا يعني هنا وصف لا سال سومبلي يعني القاعه تبدو مليئه بالمسافرين، يعني هنا الوصف ديال القاعه لا ديسكريبسيون فوالا. دونك هنا واحد النصيحه نعطيها لكم نهار الفرد، يعني كيفاش تتعاملوا مع بحال التمرين هذا، كدير الطابلو فيه اربعه ديال الخانات، كدير لي فراز، هادشي الا عطاك الاستاذ دي فراز، اما الاغلبيه راه غادي يعطيوك يعني ركزوا مزيان اش نقول لكم، يعطيكم فوالا غيعطيوكم دي فيرب وسط تكست، يعني غيعطيك التكست ديال الفرد وغيستر لك على افعال وسط النص،
ويستر لك ويقول لك اش من فالور كي اكسبريميو في هذه الحاله. الا عطاك هكا وسط النص كدير غير الفعل كتهزو كديرو في السؤال وكدير مثلا هذا راه اكسبريم لا سوكسيسيون. وعلى حساب الا قال لك فاش مصرف عاوتاني، دونك نتوما افضل حاجه تخدموا بها هو دير الطابلو فيرب طون فيربو فالور، كتهز داك الفعل من النص وكدير لو طون فيربال فاش مصرف وكدير لا فالور. هذا هو التصحيح ديال التمرين، يعني التصحيح واضح هنا مزيان. فوالا دونك هنا كخلاصة لي طون دو ريسي الباسي سامبل شفناه اليكسبريم تخوا شوز: اكسيون كورت، اكسيون سوكسيسيف، اكسيون سودان. لامبارفي اليكسبريم لا دوري، لا ديسكريبسيون، لا ريبيتيسيون، زائد لا سيمولتانيتي ما شرطش ليها هنا. فوالا لو بريزون تو سامبلومون سي بور اكتواليزي ان في باسي. هاد المسائل هادي كخلاصه راها كتحفظ، الله يرضي عليكم، راه كتحفظ، ماشي غتمشي للفرض عاد تبقى تفكر، حفظها باش ملي كتكون في الفرض ديك الساعات كيكون عندك الباجاج باش يخليك تفكر وتعرف الجواب الصحيح. هادي راه قاعده. فوالا لي فالور ديال لامبارفي هما ثلاثه: الاولى هي لا ديسكريبسيون، الثانيه هي لا دوري، والثالثه هي تو سامبلومون لا ريبيتيسيون. بالنسبه لو باسي سامبل الدور الاول اللي كيلعب هو اكسيون كورت، الدور الثاني اللي كيلعب لو باسي سامبل هو لا سوكسيسيون يعني التسلسل ديال الاحداث، والدور الثالث اللي كيلعب لو باسي سامبل تو سامبلومون هو اكسيون سودان يعني حدث اللي هو مفاجئ. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، ما تنساوش انكم تدعمونا وما تنساوش انكم ديروا جيم لا فيديو تبارطاجيو لا شين افيك فو زامي فوتر فامي. ميرسي بور فوتر اتونسيون، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.